مشاهدينا ومتابعين الجمهورية أونلاين على بيج الفيسبوك. معكم إيهاب نظيم وتغطية إخبارية لجنازة الإعلامي الشهير وائل الإبراشي من مسقط رأسه بمدينة شربين، ومعنا أحد أقاربه. نتعرف باسم حضرتك. محمود علي الإبراشي. مساء حضرتك يا أستاذ محمود. بقاء الدوام لله. نعمي وائل. بقاء الدوام لله في الإعلام الكبير وائل الإبراشي. مصر كلها حزينة النهاردة على فقدان أحد أعمدة الإعلام في مصر الأستاذ وائل الإبراشي. عايزين يعني حضرتك تكلمنا أكتر، عرفتوا الخبر إمتى والاستعدادات عشان الجنازة بتاعته النهاردة؟ والله احنا عرفنا الخبر على الفيس على طول امبارح. تقريبا حوالي الساعة 6 الا شوية، 5:30 تمام، واتفاجئنا بالخبر. يعني انتوا كنتوا على تواصل معاه قبل ال كنا على تواصل، وكنت شايفه من حوالي شهر هنا في كان بيزور المقابر، والدته واخوه المرحوم، وشفته وسلمت عليه. هو طبعا كان بقاله سنه يعني كان مصاب بكورونا وكان مريض بسبب كورونا. تمام. كان تفاصيل المرض ايه في الاخر، في اواخر ايامه يعني اللي حضرتك عرفتها؟ والله هو كان خلاص يعني خد حقه خلاص. طب لما كان موجود من فتره الاخرانيه دي كان تعبان؟ كان تعبان. وكان يعني هزيل المرض مأثر عليه. تمام. كان جسمانه هزيل بسبب المرض. ودعنا له ربنا يشفيه ويعافيه، لانه هو من الاعمده الاساسيه، من اعمده الاعلام في مصر. دي حقيقه، دي حقيقه كلنا فقدناه. مش بس انه القرابه او كده، احنا كنا بنحبه شخصيا. تمام. يعني هو اخويا وكل حاجه، بس كنا شخصيا بنحبه كمواطن بيخدم في بلده وبيخدم في شعبه وبيحل بعض المشاكل اللي هي بتبقى مصير متناول المجتمع، وكان محبوب يعني. طب قول لنا الاستعدادات ايه النهارده من مسجد سيدي سالم هنا؟ استعدادات النهارده ان شاء الله احنا بننتظر ان شاء الله وصول الجنازه، وامر الله تعالى هنصلي عليه وعلى مقابرنا ان شاء الله في المقابر. تمام. والعزاء بعد المغرب ان شاء الله في ميدان الشربين في مقر الاسره يعني. تمام. يعني هتعملوا هنا الجنازه هنا في شربين ان شاء الله بعد المغرب؟ الجنازه في شربين ان شاء الله. تمام. المقر ده في مقر مسجد شربين بقى. تمام. بامر الله تعالى. بقاء الدوام لله. بقاء لله يا حبيبي. ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. بقاء لله يا رب. زي ما حضراتكم شايفين ده مسجد سيدي سالم ابو الفرج، ده المكان اللي هيتم صلاه الجنازه فيه من مدينه شربين على الاعلامي والصحفي وائل الابراشي في مسقط راسه بمدينه شربين في انتظار وصول الجثمان. طبعا في تغطيه اعلاميه كبيره هنا لجميع وسائل الاعلام والمواقع والصحف في انتظار وصول جثمانه، بعض من اقاربه وعدد من افراد الاسره منتظرين هنا امام المسجد لتشييع جثمانه الاخير عقب صلاه الظهر من مسجد سيدي سالم الفرج. كان مع حضراتكم ايهاب نظيم وتغطيه لجنازه الاعلامي وائل الابراشي. انتظرونا ولايف جديد. شكرا لحضراتكم.